الأسبوع الماضي إجت بيانات البطالة بأمريكا أحسن من التوقعات وفاجأت الأسواق بشكل مجمل. تراجعت البطالة بأمريكا من 3.9% ل 3.7%. على أثر ذلك السوق سعر تلقائياً أنه الفيدرالي الأمريكي رح يأخر تخفيضاته للفايدة من الربع الأول للربع الثاني من 2024. بناءً لهذا الشيء تأثرت عوائد السندات لسنتين اللي هي بتتأثر مباشرة بحركات الفيدرالي وارتفعت بتقريباً 20 نقطة أساس ل 4.72%. تلقائياً الدولار قوي كتير وهيدا لاحظناه بمؤشره، وتلقائياً الذهب اللي هو غير مدير للتدفقات النقدية اتراجع من مستوياته المرتفعة. ولكن السوق بالمجمل استمر بارتفاعه، ومؤشر ستاندرد اند بور 500 طلع فوق 4600. هيدا السبب كان انه السوق عم بيشوف انه التضخم بعده على نزول، خصوصا انه فائدة الفيدرالي على عند 5.5% هي اعلى بكتير من معدلات التضخم الموجودة حاليا حوالين 3%. من هون نحن بدنا نراقب هل الصعود بالسوق رح يتوسع، وهيدا بيأشر عليه إذا كان مؤشر ستاندرد اند بور المرجح بالأوزان المتساوية رح يكمل صعوده من هون. هذا الأمر بيبين لنا أكثر خلال هيدا الأسبوع لما بتجي بيانات التضخم، ولما بيكون في اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيعطونا توجهاتهم لرفع الفايدة وللسنة المقبلة.